شاب اسمه صدام حسين. هذا الشاب حسب ما يقول انه يتعرض لمعاناة في مكان عمله، في ان يجد اصلا فرصة عمل، يتعرض للتنمر في بعض الاوقات، صعوبة في يعني مفاصل الحياة. لذلك خلونا نشوف صدام حسين من البصرة. الاسم صدام حسين من سكنة العراق، عمري اكثر من 30 سنة. هذا الاسم سبب لي بعض المشاكل الكثيرة، أولها سبب العمل، ثانيا التقديم على راتب الرعاية ما يقدرون في أي مجال أتقدم عليه بسبب هذا الاسم، ما أقدر أسوي أي شيء، ما أقدر لا أشتغل لا راتب لا أي شيء. بالنسبة للمجتمع يعني هذا هم سبب لك مشكلة؟ نعم الكثير يسبب، نعم كثير ذلك يشوفني بالشارع يذكر اسمي، أنت بعثي، أنت ما أدري شلون، انت قتلت كثير، اسمك مو لايق، وهاي السوالف كلها. يعني انت ذنبك انه كان والدك اسمه حسين وانت اسمك صدام. صدام صار اسمك صدام حسين. زين، بسبب هذا الموضوع يعني مو فقط الشغل، حتى الناس انه جاي، نعم حتى الناس، نعم الحاله الاجتماعيه جميعا. بالك انت انه يعني تخطط او تتمنى انه تغير اسمك مثلا؟ والله انا يعني اتمنى التغيير هذلك، لان سبب له هواي مشاكل وانزعاج كثير. بأيام مثلا سفر أو ما شابه أو بالسيطرات احتجتك فد مرة صار لك هيك مواقف على مود اسمك؟ فقط شبهة. قالك اشتبه انت صدام حسين، من يقول انت مثل مو رهابي، ما داس زينك علينا بفد شيء ايه كذا. يعني اتعرضت فد مرة لمضايقات من عناصر أمنية مثلا تجاوزوا عليك؟ نعم تجاوزوا كثير بسبب الشتم. شتم استاذ علي، مثل هذه الحالة نعرف احنا يعني كان هنالك قائمة بالاسماء المطلوبين من النظام السابق، واليوم احنا هنالك اسماء ايضا متشابهة، فهل معقول الخلط بهذه الطريقة؟ هو المشكلة بدت بالعراق حقيقة عندما تم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة يعني رموز النظام السابق. بدأ تشابه الأسماء عندما الأمريكان عمموا بعض الأسماء، تعرف هاي القائمة 55، ثم بعد ذلك جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 أيضا ظهرت بعض الأسماء. لكن يعني الإنسان مبين يعني هل هو هم أغلب المطلوبين معروفين ومشهورين يعني حتى بصورهم، معروفين يعني بصورهم وشكلهم، هذا يعني يعتبر طفل قياسا لهم، تعرف يعني مضت دهر طويل من 2003 لحد الآن، أغلبيتهم ماتوا يعني. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله سبحانه وتعالى عندما يعاقب الناس يعاقبهم على أفعالهم. أستاذ بازل يعني هو هذا شنو ذنب اسمه؟ الحديث النبوي يقول من واجب الأب على ابنه الاسم والتربية. شو أنا بالعلاء المعري كتب على القبر ماله هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، يعني أنا خمب كيف يسميه اسمه ولا جنابك ولا سيادة العقيد، يعني هاي الأب يسمي. فهو ما مرتكب يعني ماكو جريمة هنا، لكن مثل ما أشار سيادة العقيد هي المجتمع، نظرة المجتمع والتنمر للمجتمع يعني إلى كشخص طبعا مرفوض، هو إنسان بالنهاية يعني. هي هذا هم خوش ملاحظة، شوف احنا ما عندنا قانون جرائم الإلكترونية مرة أخرى. يعني شنو واحد إذا اسمه مشابه يعني الشخص راح وانعدم ومات، يعني انت شنو المبرر تجي الشتم او السب؟ شوف هاي الظاهره الموجوده بصراحه استاذ بازل، ربما هو مو موضوعنا، يعني الموجوده بالوسائل التواصل الاجتماعي، يعني هذا السب والشتم والتشتم. نعم الاساءه صارت، ترى هو الانسان مرآة لاهله وكل اناء بالذي فيه ينضح، وما ردت فلسفه.